السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بألف خير يا جماعة، وبعود علينا وعليكم الأيام بخير بمناسبة العيد الأضحى المبارك. ربنا يجعله علينا بخير وسعادة علينا وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. كل سنة وانت طيب يا إسلام. الجديد اتفضل 8 شارع المعهد الديني، جاية من أي حتة حضرتك، احنا ريحناكم وفتحنا لكم على الكورنيش، بقينا عارفين كلنا المحكمة الدستورية اللي في المعادي. تمام. احنا خلف المحكمة الدستورية على طول. يعني احنا هتيجي معادي جاية حلوان او جاية من وسط البلد، الشارع بتاع المحكمة الدستورية اللي على نصيته المحكمة. تمام. هتخش في الشارع ده اسمه شارع الاشارة، هتخش في الشارع ده يمين. تمام. على نصيتك مستشفى القوات المسلحة، وعلى الناصية التانية المحكمة الدستورية، في شارع بقى اسمه شارع المدق او المعهد الديني، قدام البوابة بتاعة مستشفى القوات المسلحة على طول. يعني احنا هنا قدامنا على طول هنا على الشارع بره على طول المستشفى بتاعة القوات المسلحة. تمام. وفي ظهرنا المحكمة الدستورية. تمام. يعني جاية كورنيش، جاية بعربيتك عشان الزنقة واللفة والزحمة اللي هناك. هناك لفة، لو جاي بعربية جاي لفة، العملاء اشتكت، فاحنا لازم نحل الموضوع بأي طريقة. الله يبارك لك يا إسلام. النهاردة يا باشا معايا خصومات قوية جدا، ده أكيد، ومعايا منتجات اللهم لك الحمد محدش يتخيلها. يعني معايا حاجة زي كده، ده جبلان، ده عاجبني قوي ما شاء الله، جبلانات يا باشا. تمام. بس الشغل ده هاند ميد، شايفة الشغل، الشغل ده يا باشا بيتصدر بره، ده انتاج شركة النساجون الشرقيون. الشغل ده يا باشا شغل بزارات، مشكل كتير منه بقى. تمام. نازل عليها عرض بدل 500 جنيه النهارده بقول لك ب 350 جنيه. تمام. وعليها الثانيه هديه 350، وعليها الثانيه هديه 75 جنيه. التحفه حلو جدا جدا جدا، 80 في 2 الا ربع، عايز اقول لك جميله 75. بص التحفه دي يا باشا بتتغسل في الغساله، دي شغل هاند ميد، لا 175 على الارض على فكره. بص يا فندم الشغل ده سبيشال جبلان. تمام. الشغل ده هاند ميد خطير، شغل بزارات خطير يا جماعة بجد. بص حضرتك الخامة، انا بحب الشغل ده قوي، ده بيتغسل في الغسالة. تمام. يا باشا نازل للمصايف، لشقق المصايف، طالع عشان سهلة تتشال وتتحط. عندك الحافظات وكده، الشغل ده العميل بيجري عليه جامد اكيد. بس الحافظات انا قلت لكم كذا مرة محدش اجيب سجادة، كل اللي اشترى حافظات طبعا جرب، اصلا احنا عاملين السجاد بسعر الحافظة، فنجيب حافظة ليه؟ وارخص كمان. انا دلوقتي بديكي قطعه فنيه شغل هاند ميد، يعني تكلفه المصنعيه بتاعتها اكتر من 175 جنيه، بس الشغل ده احنا عاملينه دعايه واعلان للمتابعين وللعملاء عندنا. تمام. 175 اشكاله يبش. كتير بقى، بصي الاشكال 175. بص يا جمال ما شاء الله يا جمال 175. بعض الالوان بصي دي الوان ثانيه جميله، كل الديزاينات الله، يعني حلوه، خيامي عربي، ودي حاطه طابلو، دي جميله، حاجه جميله جدا. جميله قوي دي يا باشا. بصي الجمال 175 جنيه. بصي بقى، بصي طابلو 175 جنيه، التحفه دي، دي طابلو خطيره، يعني قاع البحر، هتيجي عندنا جدا هتعمل ما شاء كل الله اللي نفسك فيه اقل سعر في مصر. والله يا اسلام جميله جدا، 175 جنيه يا ست ما شاء الله. بصي جميله دي برده قوي، بصي الفخامه دي، بصي اشكال سجاد كمان، 175 وبس، معاكي كمان اشكال سجاد 175 وبس. تمام يا جمال. بصي مصايف، والله مصايف فعلا، حلو قوي الجمال ده يا عم، جميله. ما شاء الله 175 يا باشا، 175 واللي يلحق يلحق، الاشكال عندنا ما بتخلص بالظبط كده. بص يا باشا قلنا الجديد شديد، واحنا عاملين خصوماتنا لحد يوم العيد، انا شايفه في مقاسات مختلفه كلهم سعر واحد يا اسلام. الله يلا البيع هنا ببركه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، بركه رب العالمين، ب 175 وخلي الغلابه تفرش 175. اللي نفسه في حاجه يا باشا يجي يعمل اللي هو عايزه، جميله دي قوي كمان. احنا معايا عرض ربنا يبارك لك، قوي جدا جدا جدا. العرض ده محدش يتخيله، بصي شويه التحف دول، الشغل ده تحفه فعلا تحفه. بصي بصي الارتفاع بتاع الفتله قد ايه، كثيفه خطيره، فتله محمله معاكي سجاد يعيش بصراحه، خطير، واشكاله كتير جدا، هو كله لونه بيج بس اشكاله كتير جدا. بسم الله، يلا بسم الله، يا بركه سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يا جمال خطيره حلوه، دي كلها درجات البيج هنا. جمال. لو حابه تدخلي لون تاني هتلاقي يا جمال، بس هنا الوان اكتر، مع القاعده الاساسيه للسجاده ان هي لونها بيج. بصي دي قمر، دي انا بحب دي، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يديك الصحه يا اسلام. على
فكره السجاده دي تقيله قوي. بصوا ايوه انا ملاحظه. بصي يا باشا الخامه، بصي ما شاء الله، ده حاجه صوف طبيعي، حاجه اوريجينال بالفحر بتاعها، بالماتيريال العالي ده، بالفخامه دي. خطيرة. ده يا باشا حاجه انتاج شركه النساجون الشرقيون. تمام. الشغل ده بيتصدر بره يا فندم. تمام. ده حاجه فرز اول، حاجه عاليه جدا. ما شاء الله. شركة كربة العدوي. ايوه. بنقول لك الخصم من شركتها عليها 25% من شركة النساجون. تمام. اصبح سعرها بدل 2000 1500. تمام. وشركة كربة العدوي بتقول لكل المتابعين لحد يوم العيد اللي هيجي هياخدها ب 1500 وعليها التانية هدية. يعني إيه هتبقى ب 750 جنيه عناية. دي ب 750؟ كده اوريجينال. والله تحفة. والله تحفة. وعندك كميات، ومش الكمية دي بس، عندنا كمية تانية كمان أكتر. بصي الجمال. لا بصي خطيرة. الجودة. خطيرة بصي. يا إسلام والله. بصي يا باشا. بصوا. حاجة غسيل وفرش. أنا مش مصدقة إنها 750. حاجة فرز أول. جميلة. 750 وبس. لحد يوم العيد. اللي هيلحق يلحق. هنزل لكم الفيديو بكره على طول، الحقوا العروض قبل ما تخلص. تمام. عندي منها اشكال والوان كتير. تمام. ده مقاسها 160 في 2 متر ونص. تمام. تمام. الشغل ده منزلينه عرض حقيقي لحد يوم الوقفه. تمام. في بقى معايا خامه اوريجينال عاليه جدا، انتاج واصدار 2024 انتاج شركتنا، تركي مستورد اصل لسه داخل. تمام. الحاويه دي اللي كنا بنقول لكم عليها لينا حاويه في المينا باذن الله جايه. تمام. احنا الحاويه جت شلناها للعيد. اه. خليناها هي مسك الختام بالصلاه على النبي. عليها افضل الصلاه والسلام. بصوا يا جماعه الجمال. 160 في 2 ونص. بصوا جمال وماتشنج الالوان الجري مع الاخضر مع المسترد ده. بصوا الجمال. اه. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. فتحت معاكي، كانت غامقه وفتحت او غمقت واتفتحت. خطيره. خطيرة يا اسلام، وفتلتها باينة على فكرة. لا اوريجينال. اه. ما شاء الله. الله على الجمال، أنا عايزاكم تاخدوا بالكم من ماتشنج الألوان مع بعضها، خطيرة. بصوا هنا الأخضر مع المستردة مع مع الجري. جميع ألوانها. آه واضحة. اه. يعني خلي بالك دي رسمة. بصي اه. أيوة الأولانية. اه. تمام. بصوا هنا دي رسمة ودي رسمة تانية خالص، برغم إن دي مربعات ودي مربعات بس. في رسومات مختلفة، فتعالي واختار اللي يروق ليكي. كل التشكيلة دي كده ماشي. الله، ده دي اتحط طابلوه اصلا، خطيرة. بصوا الجمال، بصوا الجمال، خطيرة. اسلام دي معانا يا اسلام؟ كله معانا. طب ما تورينا القمر دي، اللون ده جميل قوي. كل لون ربنا يبارك لك. رسومات. ربنا يديك الصحة يا رب. بصراحة اسلام أكتر واحد تعبان معانا في الموضوع ده. ربنا يديك الصحة يا اسلام. الله الله الله، ده اللون الفاتح من اللي انا بقول عليها. بصي جميلة. ده كده الدرجة الغامقة. اه. كده اتفتح كمان معاكي. بصي شايفة؟ خطيرة يا اسلام، حلوة جدا. دي اللي حضرتك عايزة تشوفيها. اه. بصي. في ده. جميلة والله، ما شاء الله. البترولي. اه. في كافيه. تمام. في ده البترولي في جريد. فاكر دي؟ دي خطيرة دي. خطيرة. عايزة اقول لكم دي في منها الوان كتير جدا، حلوة جدا. كل الوانها موجودة. ما شاء الله. اه تمام. وعندنا المشايات بتاعتها كمان اللي بالمتر. ان شاء الله. بصي الجمال ده بقى. شغلني معاكي يا اسلام، انا حفظت الشغل. الله يخليك. بصوا الجمال. ما شاء الله تمام. حاجة الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ربنا يحسن سوق الشغل كله يا رب. بصي يا فندم. الشغل ده اسمه موفي. تمام. تمام. انتاج شركتنا. حاجة سجاد تركي أصلي. أيوة. استخدام دون كسر. خامة متعالجة طبية. بصي الكثافة بقى والخامة. تحفة. ما شاء الله. حاجة. أيوة جميلة جدا. الله أكبر. أوعى. ليه الحلقة؟ ما شاء الله. طيب دي قلنا بكام؟ الخامات دي والأسعار دي والحاجات دي المنتجات الأوريجينال محدش بيقول سعرها لأن بيبقى عليها نسب خصومات مختلفة. النهاردة بنقول لكم بردك إحنا هنقول السعر في العلن. تمام. 160 في 2.5 الموفي الاوريجينال لحد يوم العيد. ايوه. لحد يوم العيد ب 1999 جنيه اي واحده. 1999 جنيه الاوريجينال. وشوفي الوانك وموديلاتك وخامه تاخديها تعيش معاكي. يا جماعه بصي الشياكه.
احنا فردنا كله يا اسلام. 1999 ما شاء الله خطيره. 1999 يا ست الحبايب. بسم الله ما شاء الله. يلا هاتي سجادك وعيدي، لو عروسه هاتي سجاد شقتك كله في العرض ده. طب ايه بقى رايك بقى في المفاجاه اللي احنا فينا؟ بص ايه ده مطبعاتي يا عم الحاج ممنوعات. بصوا الجمال وبصوا درجات الالوان، عايزه اقول لكم بجد خطيره، مفيش سجاده تقدري تقولوا عليها وحشه فيهم. في هنا يعني الورود الصغيره، وفي الورده الاكبر، في قلب الورده مختلف، في اللي في النص القفي دي تحفه حضرتك كده، في حاجات تفاصيل كتير. ماتشنج للرسومات كده. ايه ده، الله على الجمال، الله على الشياكه، ايه الحلويات دي، بسم الله ما شاء الله. يا مرحب بيكي. بصي يا باشا انت كده، ده في اول مترين. احنا اللهم لك الحمد. الله ما شاء الله. شارع السجاد. ايوه احنا مسمي هنا شارع السجاد. احنا كده في الجزء الاول. بسم الله ما شاء الله. حضرتك الموضوع عندي كبير. تمام. يعني معايا حاجه زي كده ورا هنا، في مفاجآت ورا المفاجأه دي. السجاده الاوريجينال دي بتاع ايكيا ب50 جنيه. مش كده وبس. دي عجباني جدا. عارفه وراها مقاس قد ايه؟ 2 في 3 2.5 في 3.5. ارخص سعر في مصر. اكبر سجاده في مصر النهارده يا قلبك، سجاده بيضه يا اسلام، 750 وبس. بصوا الجمال بقى، الصلاه على بركه النبي، مش عارف يشيلها والله، تقيله عليه الصلاه والسلام. 750. بسم الله ما شاء الله. 750. بصوا الجمال، راقيه راقيه جدا. دي 700. دي 750 يا اسلام. ده الكمبيوتر النساجون الخامه القطن، تحفه، حاجه متعالجه طبيه، حاجه بتسافر بره يابا. ايوه بتطلع بره. انا عندي من الحاجات دي على فكره برضو، بغيار مع اللي عندي، جميله جميله وفرشها جميل. 70%. بسم الله ما شاء الله. النهارده بقول لك بدل 2250 ب 750. حلوه قوي، واشكالها كتير بقى. بصي الاشكال، شعارنا البيع بالفيديو يا باشا. ده جري فاتح قوي، البيع بالفيديو. تمام يا جمال، مش ابيض، جري فتح قوي يا جماله. بصي الجمال، شايفه المساحه قد ايه؟ ها، بنص كبيرة. سعر الحافظه كبيره جدا، انت خمس حافظات. ايه يا اسلام الدلع ده؟ 750 وبس. بسم الله ما شاء الله. 750 وبس. ايه الحاجات الحلوه دي يا اسلام؟ ما شاء الله، دي قعدات وترابيزات وطقم تويلت، وفي حاجات لسه من الجبلان اللي احنا كنا شايفينها. انت ملغم المكان شغله في كل خطوه. احنا قلنا العميل مش هيجي لنا على السجاد زي ما بيجي. اللهم لك الحمد، في عملاء كتير قوي جم عندنا اتعاملوا معانا، ارتاحوا بشغلنا في منتجاتنا، فقالوا لنا يا ريت كل الناس زيكم. فقلنا لهم لا والله، ده احنا اللي يا ريت ما نتعاملش الا مع ناس زيكم. فحضرتك هتجيلي بعد كده، العميل هيجيله، هي الشقه عنده فاضيه. ايوه، عايز غرفه نوم، عايز غرفه اطفال، تمام، عايز دريسنج، عايز سرير، عايز اي حاجه في خيالك من جميع انواع المنتجات الخشبيه الاسفنجيه القطنيه. تمام، مريحك فيها. مش ناقصنا غير النجف، وده في الصفقه اللي جايه ان شاء الله باذن الله. بصوا يا جماعه، عندنا مخدات ومراتب اهو موجودين هناك في الوش، وعندنا بلدي. كمان الشغل ده، دي انت قلت لي دي بلدي، اسمها قعده بلدي، السفنج هي العربي. تمام، دي قطن، ده طري جدا، كثافه. امسكي كده حضرتك. ايوه، ما انا ده قطن قعدت عليها اصلا، خطيره، مريحه جدا. قطن مصر، صناعه مصريه، بتكلم مصر. ايوه، في معايا جميل. الوانك بقى براحتك خالص. اسلام ثواني، ده طقم كده على بعضه؟ هو الطقم بيبقى ثلاث قطع. تمام، القطعه الطويله دي مساحتها 65 في 2 متر. تمام، و10. في ده مساحته بتبقى متر في متر. تمام، نازل منه مربع ونازل منه مدور، موجود في الفرع الثاني. تمام، كل اشكال الاعداد العربي هنوريها لكم. عندي كمان يعني فكره احنا عاملينها جامده قوي. العميل يجي عندي يديني مقاس الستاره، يديني مقاس القعده، يديني مقاس السجاده، واديك الثلاثه دول شكل واحد. حلو جدا، اي طقم يعجبك، سجاده وستاره وطقم، انتريه، ركن صالون، ايا يكن، شكل واحد يا باشا، هو متوفر عندنا وتصنيعنا، وفي خلال اسبوع انا اسلمك حاجتك كلها كامله متكامله. حلو قوي، اللهم لك الحمد يا جماعه، احنا بنحب شغلنا. في بقى جبلانات الحرير. تمام، جبلانات حرير. بصي ده خطيره، حاجه عاليه جدا، خامه راقيه، والسعر بردك نازل جامد قوي يا جماعه. نازله قطعه والثانيه هديه ب 500، يعني هتبقى سعرها 250 جنيه. في من ناحيه الظهر فوم، ده يا جماعه مش اللي هو البلاستيك اللي بيفرول ده، اللي قلت لي يبقى ثابت في الارض، ده فوم بيمسك معاك في الارضيه. لو فرول ولا حاجه هتهالي. تمام، انا يا باشا الضمان بتاعها ان جرى لها الهواء هتهالي. وبتتغسل فين؟ في الغساله. يعني حضرتك تمسكيها، تروح عاملاها كده
وحطي في الغسالة. حطها في الغسالة. طلعت منشوري ربع ساعة وتروح فرشة السجادة. تمام. ده شغل هاندي ميد يا باشا، بس ده الخامة اللي بره، خامة قطن ده حرير. تمام. 500 يا باشا. بصي بقى أشكال. واحدة والتانية هدية ب 500، يعني ب 250 جنيه. 250. 250. أشكالك وألوانك الجمال. خطيرة. خطيرة جدا. تحفة. محدش يتخيلها. حلوة قوي. أنا عندي منهم مقلمات دي فوق ال 2000 شكل. تمام. يعني عندنا كم ألف قطعة بقى. ما شاء الله. بصي الموضوع كبير. الله الألوان. تمام. بصي الألوان دي. جميلة برضو. ما شاء الله. جمال. طب أقول لك حاجة. إحنا هنا كده ما شفناش حاجة. تمام. كل ده عجبوكم وتقولي جميلة، تعالي كده معايا مرحب. تعالى. يا جماعه احنا في شارع السجاد، احنا ماشيين بسم الله ما شاء الله الله اكبر يعني في الشارع. ايه ده؟ كل دي اشكال الجبن. الله. بصوا يا جماعه بقى على الالوان يعني تحسوا في تابلو محطوط من شياكه الشغل، خطيره. الوان مبهجه جدا، مفيش قطعه متكرره على فكره. لا ده دول مثلا بقى كده مثلا 10% من الاشكال والالوان اللي عندنا والديزاينات. ما شاء الله. حاجه ما شاء الله عليها يا ست. بصي يا جماعه. وهمه. حلوه قوي. حلوه قوي قوي. جميله اللي في ايده دي برضو. لا في تشكيله محترمه. بص كمان ده في تحت هنا كمان. بصي كمان. بصي كفايه يا اسلام هنبهدل الدنيا. بصي الوان مختلفه خالص بقى عن كمان فوق. مكمل معاكي. ايوه مكمل معاكي لغايه الاخر كده. بسم الله ما شاء الله. شايفه الشغل هساده، هتلاقي تدريج الوان، هتلاقي مقلمات زي كده، هتلاقي عليها ورود زي كده، هتلاقي منها طبلهات حاجات تحفه، هتلاقي منها شكل سجاد اللي احنا عارفينه، وفي حاجات اندلسيه كمان شفناها في العرض، وفي عربي خطيرة. وفي بدوي. تمام. زي ما انتوا هتحلموا باذن الله عندنا هتلاقوا. بص بقى المفاجاه دي، ورينا. بصوا الجمال. الله. شفتي السجاده متفرقعه ازاي؟ الله يسلمك ويسلمك. بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله، خطيره. براند ليناردو. اسمه ليناردو. تمام. عارفينه يا جماعه. واخد ختم الجوده ما شاء الله. بصي الناحيه الثانيه بقى. بصي الجمال، جميله. الوانها كلها موجوده واشكالها تحفه. خليكم مركزين في الشكل ده كويس قوي عشان هيجيب لكم دلوقتي حاجه مختلفه. قمر. نفس اللون يا باشا. نفس اللون على رسمه تانية. بصي اهو معاكي الاثنين، اختاري بقى براحتك خالص. في النبيتي في اشكال كتير جدا، اللي يعجبك هاتيه. في البني هتلاقي، في الكافيه هتلاقي، في الجنزاري، في المنت هتلاقي اشكال كتير جدا بالوانها في السجاد. اللون الجنزاري. بصوا بقى. بصوا الروقان، خطيره. بصي الخامه حاجه. الله اكبر. السرون الجنزيري جاب لك منه قطعتين مختلفين زي النبيتي، في منها يعني شكلين مختلفين. دي خامه يا جماعه اسمها ليناردو. تمام. البراند ده كان نازل معانا وعليه نسبه عرض عاليه جدا، واللهم لك الحمد حققنا منه مبيعات عاليه جدا، والنهارده عملنا عرض على العرض. وبنقول ببركه سيدنا النبي اي قطعه من دول 1250 جنيه. 1250 الشغل القمر اللي بشياكه وخامه محترمه جدا، وعليها دواسه هديه. بصي الجمال. بصي يا باشا الجمال. بصي الخامه حاجه محترمه. احنا عارفين شغلك يا اسلام. اقسم بالله انعم بالبطانيه. والله تقولي فيها. ايوه 1250 متر ونص في مترين. تمام. وعليها دواسه هديه. تمام. في بقى عندي الشاموه، جينا بالجديد شديد يا عم الحاج. تمام. الله. اشكال برضو من دي بس خامه شموع. حاجه اعلى بقى يا باشا. الشموع على حرير. باينه 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 جدا. بصوا الجمال. ملك الفخامه في مصر. والله خامتها باينه. إيه يا ريتكم معايا. بص يا باشا. بصوا الجمال. بص الفخامه. خطيره. متر ونص في مترين شموع. خطيره. حاجه الله. ثقيله. بص يا فندم. السجاده مش كبيره بس ثقيله. ده اسمه ايه؟ موناليزا. موناليزا. تمام. موناليزا ده حاجه اوريجينال بالفرامل الجانبيه. الحرير الشراشيب بتاعتها حرير صافي بيور 15 سنتي، حاجه فك وتركيب. شغل يا باشا بشواتي خطيره. بص الخامه بقى يا جماله. انا بحب اوريكي كده عشان تشوفي كثافه الفتله معاكي عامله ازاي. سجاده تقعد معاكي يعني ما شاء الله، يعني ما يجرى لهاش اي حاجه باشكالها بقى وبالوانها. بصي اللون ده، اللون ده رايق قوي يا بركة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بصوا اللون ده رايق جدا.
الموناليزا تمام الاوريجينال ايه متر ونص في مترين حلو قوي 1999 وبس 1999 باشكالها والوانها ما شاء الله هو بيقعد يقول ان ده اهو لون 1999 يا ست كل المتر ونص في مترين تحفه موجود منها كل مقاساتها تمام معانا منها مقاسات ثانيه كمان تشكيله ما بتخلص ما شاء الله قلنا عندنا يا باشا الاشكال ما بتخلص والسجاده بعيلتها كلها موجوده معانا اللي انت عايزاه هتلاقيه احنا عند كربة العدوي باداره اسلام عايزه اقول لكم كل حاجه بتحلمي بيها هتلاقيها خطيره دي ايه الجمال ده اه على فكره بصي تحفه اه جميله طبعا على ابوه تمام قلنا ب 1999 وشهرنا البيع بالفيديو يا باشا تمام بس السعر ده يوم العيد تمام احنا النهارده عاملين خصم هنا دعايه واعلان للفرع هنا بسبب نجاحه احنا نزلنا خصم اكبر فاللهم لك الحمد طول ما ربنا موفقنا احنا مش هنقصر ولا هو احلامنا اللي احنا نبص الارباح احنا بنبص اللي هندي العميل خامه نبني بيها اسم لعيالنا تمام 1999 يا باشا بصي الجمال بصي مش عايزه تبص على السجاده دي اسلام خطيره هي باينه ما شاء الله سجاده بتنور بص اسلام مدلع السجاد والله سجاد فعلا تحفه ما شاء الله يستاهل يعني انا عايزه اقول لكم بجد خطيره بصوا اهو وتعالوا لو لقيتوا حاجه غير اللي احنا بنقولها قولوا لي ومستنيه رايكم لما تلاقيش الكلام ده عند حد يعني في ناس على يعني عشان ده الشغل العالي وبنقول سعره خدوا بالكم بس احنا خلاص الحمد لله العمليه ارتاحت مش الحمد لله الحمد لله بص بقى معايا تشكيله قوية الشغل اللي هوريه لك ده كله عليه خصم 50% تمام الاسعار في المعرض وهوريكم تشكيله تمام تمام عشان تعبنا حر وكلام بص يا باشا بصوا بقى يا بركه سيدنا النبي بصوا الجمال ايوه عليه الصلاه والسلام انا بحب الشغل ده قوي يا بركه سيدنا النبي عينك الله. ما تزهقش منه ملهوش رسمه محدده عينك مش بتزهق منه خطير الله جميله دي جميله قوي دي يا سلام على الشياكه والجمال والدلع خدوا بالكم من ماتشنج الالوان مع بعضه لان في اختلاف على فكره كل دي كلها جري في اوف وايت في طرش بيج بصي دي حلو قوي بصوا عامله ازاي بصوا مختلفه الحروف الاطراف فاتحه ومن نص غامقه ايوه انا بحب دي خطيره دي يا اسلام تيفاني ايراني اه جميله جميله ودي ايراني بصي خطيرة انا بحب سجادك انت كل شويه تفرد لي سجاده اقول لك انا بحب دي انا بحب سجاده جميل ما شاء الله بركة سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بص يا باشا الحاجه الموديلات دي على فكره صعب تلاقيها في مكان واحد طيب. غير في كربة العدوي بصي الجمال خامه ومقاس والسعر طبعا ده حرير ايراني اه ده براند اسمه اوديسا بتاعت شركتنا تصنيع تركي تمام حاجه حرير بيور بصي يا جماله يا جمال خطيره خطيره ما شاء الله باشكاله وبالوانه وبكل الموديلات اللي احنا شايفينها دي اللي تاني منها جميع مقاساتها واشكالها موجوده ده براند اسمه تيفاني ايراني تمام. تصنيع تركي انتاج شركتنا تمام سخنه بصي تحفه غرناطه دول بقى تحفه دول تحفه غرانيتو ده غرناطه اهي ده براند اسمه غرناطه سكرين بقى وكبري وشوفي تفاصيلك اللي محتاجه تشوفيها احنا بندريش حاجه احنا كله قدامكم اهو على المكشوف يا باشا اه ما شاء الله على عينك يا تاجر تمام كل المقاسات موجوده انا عجباني دي قوي زيناتها كتير تمام بس كمان الموديلات دي كل دي موديلات كمان لنا بصوا يا جماعه خلينا اوريكم الشغل اللي فوق ده بسم الله الرحمن الرحيم عايز اقول لكم بجد الشغل هنا في السجاد انت بتستمتعي انت بتتفرجي على لوحه فنيه ده بالظبط كده من اللي احنا شفناه دلوقتي المقاسات الكبيره بتاعتهم وفي ده ده اللي احنا شفناه هناك ده الكبير بتاعه اللي هو كان في كام ده الاثنين الا ربع في 2.5 تمام ده الاثنين الا ربع في 2.5 اللي فوق 3 في 4 اسلام صح 2 وربع في 3 وربع ايوه ايوه 2 في 3 قصدي تمام بصي بقى والله خطيره السجاده لا ده ليه تاجر فاكهه لا بصراحه الشغل هنا ممتع لا اي عميل بيجي عندنا يعني بيحتار هو هياخد ايه لكن ما عندناش عميل بيجي ما بيلاقيش طلبه دي وبعون الله بنبيع ارخص سعر في مصر تمام فتح المزاد يا باشا سجاد ايكيا كبير فيه سجاد ايكيا يا جماعه ما فيهم انا لكن هوريكم بص يا باشا 2 في 3
ب 800 جنيه ب 800 مقاسها عملاق يا جماعه، عايزه اقول لكم تحسوها اكبر من 2 في 3. بصوا ماتشنج الالوان بقى، يلا هنبيع ب 750، ربنا يبارك لك. اي حاجه تعجبكم هنا يلا، خلي العروسه تجيب اللي نفسها فيه. بصوا الجامبو، معلش يا اسلام انا هدوس، دوسي يا باشا. كل ده ب 750، 2.5 في 3.5، 2 في 3 السعودي ب 750 ما شاء الله، ال 160 في 2.5 السوف النساجون الاوريجينال 750. قصير ده عاجبني داخل يعني دماغي قوي، كمان هنبيعه ب 750 يلا، ب 750 2 في 3 كمبيوتر. الاشكال بقى اللي انتوا عارفينها اهي، هيوريكم منها 750 يا حاج. يا سلام على المقاس. اه 2 في 3 وال 160 في 2.5 هنبيع ب 500. ال 160 في 2.5 ب 500. خد يا باشا، تعالوا يا جماعه مش هنلاقي حد يجي. بص بقى كمان، بصوا الجمال، معايا المدور، المدور ده مقاسه عملاق في 2.5 و 3 في 3. اه اشكاله كتير جدا ومقاسه عملاق. اه خطيرة، حاجة اكبر. امسك الخامة كده، ايوه انا ما شاء الله احنا بنصور الشغل ده قمر. عارفه بكام يا ست الكل؟ هنبيع المقاس الجامبو ده يلا 2.5 في 2.5 ب 400 جنيه. كل دي؟ بص دي السداسية مش مدورة. اه السداسي دي خطيرة. ده سداسي ب 400، امسكي الخامة. لا أنا عارفاها، أنا اتفاجئت والله إنك بتقول كده. حاجة النساجون الشرقيون يا ست الكل، حاجة بتتصدر بره. اه السجادة دايما تقول لي عليه فعلا تصدير. بص الموديلات، يعني كان تعاملنا وشغلنا كله كان مستورد. تمام. يعني كان مثلا شغلنا من النساجون 2-3%، لكن شغلنا كله احنا بنستورد خامات من جميع الشغل المستورد. اه بنصنع في تركيا وبنجيب المنتجات بتاعتنا خاصه لينا. تمام. احنا فتحنا تعاقد مع النساجون لان عاجلا ام اجلا هم ولاد بلدي طبعا، فتح يا مصر، فهم بيمسوا علينا واحنا بنمس عليكم. تمام. ومسينا عليكم وعليهم. ايوه. وقلنا ب 400 جنيه، يعني انا بشتري ب 500. شوفي الجمال، بنبيع ب 400، فيخلف علينا ربنا. كبيره كبيره ما شاء الله. مش بقى يجي يعمل لنا موضوع يقول لك غسيل اموال وبتاع. لا يعني الحمد لله احنا ما عندناش كده، احنا بنبيع ببركه سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. 400 جنيه يا حاجه، بصي الجمال، ارخص من نص الحافظه. بديكي سجاده جبلان وكمبيوتر، خامات متشكله، حاجه تغيير. وعندك اشكال على فكره، يعني دي في منها كذا واحده. اه بس في اهو يعني ضمان 10 سنين يا ست الكل، والله اكتر 10 سنين ما شاء الله. اي حاجه حصلت لها، نسلت، لونها بهت، جرى لها اي حاجه، تمام، انا الضمان. وب 400 جنيه، 400. بص بص الجمال، بص دي جميله قوي. بص الالوان بقى، 3 في 3 دي 3.5 في 3.5. تمام. 3.5 في 3.5 النهارده، عارفه هقول لك بكام؟ بكام يا اسلام؟ يعني هي العرض الاخير قوي 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 800. يعني تمام، بس احنا هنخليها 500. بصوا ده خطيره، كبيره جدا ما شاء الله، كبيره وحلوه يا باشا. 400 كل دي يا جماعه اشكال، شوفوا بقى، شوفوا ما شاء الله، تعالي ونقي زي ما انت عايزه. 400 تمام. 400 بقى الفريزاتشي السداسي بقى، بصي فريزاتشي مدور، فريزاتشي مدور برضه ب 400 برضه يا باشا، يا مزاجه يعني. بصوا الشغل ما شاء الله، يا جماله يا جماله. تمام. دي بقى حاجه حرير مفحوح، خامه قطيفه، حاجه راقيه جدا. هنبيع بكام؟ يلا ب 500. ب 500 ما شاء الله، 400 يا باشا، 400 جبلانات جميله. الله حلوه قوي دي، تمام. 400 الشيكه كله، بس بحب الحاجات دي. تايجر سداسي، تمام، الشعلة مدور ما شاء الله. عارفه السجاده دي بقى بكام؟ يلا 150 جنيه المتر ونص في مترين الاكش، عرضها مكمل معانا 150 جنيه. وسجاده سجاده على فكره. اه 400 يا باشا، خطيره. بصي انا الموضوع عندي كبير، والاشكال والخامات، وفي شغل تحت كتير. انا عايز تصعبتها عليا يا اسلام، انا هعدي ازاي؟ استنى بس كمان الشكل ده، بصي دي خطيره برضه. بص الجمال، اه بص الجمال، اه ما شاء الله. نلحق يلحق يا جماعه، اسلام بيه. الله حلو قوي دي، بتاعنا اتفتح. اه كنز العدو يا باشا اتفتح، فضينا المخازن وطلعنا الايه، الشغل المستخبي كله. كله اه 400 جنيه السجاده يا حاجه. الله حلوه دي برضه، يا بلاش. تمام، يا بلاش. بصي جايب لك بحر رسومات واشكال ومدور، وفي شغل جميله دي برضه، في شغل كتير متكرر. يعني لو عايزه تجيبي اكتر من واحده نفس الشكل هتلاقي زي ما انت شايفه. بصي لسه في اشكال جديده بتطلع يا باشا، ده لون تاني من اللي شفناها في الاول اهي، اللي هي دي. تمام. تحت انا بقول لك في كنز عندنا هنا. اه ما شاء الله. 500 ده اللي هو ال 3 في 3. اه. بصي يا باشا. بصي الحلويات. يا رب يا جميل. اه جميلة ما شاء الله. ايه الجمال ده؟
ده الموديل ده فيه منه ثلاث الوان، دي جميله برضو، انا بحب كده. ده الكنوز يا باشا اللي عندنا، دي اقل حاجه ما شاء الله. بقول لك اكبر سجاده في مصر، كمبيوتر وجبلان ب 400، ال 2.5 في 2.5 وب 500، 3 في 3 ما شاء الله. نبيع بالفيديو تمام. احنا يا باشا عنواننا 8 شارع المعهد الديني خلف المحكمه الدستوريه. تمام. الشارع بتاعنا اسمه المدا او المعهد الديني. تمام. قدام باب مستشفى القوات المسلحه. اه. عنواننا الثاني 131 شارع 9 حدائق المعادي. تمام. جاي من اي حته هتخرجي اتجاه شارع 9 من محطه مترو حدائق المعادي. تمام. اول ما تخرجي ادخل المحطه على ايدك الشمال تمشي 50 متر هتلاقي مجموعه معارض شركه العدوي وكربه العدوي وسنتر العدوي كلهم جنب بعض في برج واحد. تمام. اقل سعر في مصر، اعلى اصدار في مصر، احدث اشكال والوان، ومهتمين بادق التفاصيل. شفتي بقى الجمال ده؟ تعالوا بقى بصوا الخداديات الفار والترند اللي تتحط معاكي على اي مكان تزينه اشكال. اي عميل محتاج اي حاجه في الكابوتونيه، لو عايز تعمل غرفه كابوتونيه حيطانها بسقفها بعفشها عندي. احنا عايزين نقول ان احنا ما عندناش مستحيل يا باشا. اللهم انت احلم واحنا هنحقق لك حلمك. احنا مصنع على قدينا الحمد لله. هو المصنع 13 مصنع. اي حاجه في السفنج محتاجينها تمام تحت امركم. انا شغال يانسن. تمام تمام. السفنج عندي انا واخد توكيل من شركه يانسن. خداتها هي مكتوب عليها يانسن. ايوه. اكتريت الخامات اللي عندي كلها متعالجه طبيا اوريجينال، عندي ايطالي، عندي ايراني، عندي اسباني، عندي تركي، عندي النساجون. تمام. كل اللي انتوا بتحلموا بيه باذن الله هتلاقوه. عندي شغل هاند ميد، عندي ان حضرتك ممكن بقى تخش. احنا لسه كده برضك. بصوا يا جماعه انا هوقف عشان اعرف اعدي. بصوا انا هعدي من على ايه يعني، انا هوقف عشان اعرف اروح له هناك. بص بقى الشجاتو، جيب لك شجاتو بكل الوانه ما شاء الله. ده مدور وفي المستطيل. تمام. كليبس يا باشا في المستطيل ومقاسات كلها موجوده. الله ده بموت فيه بقى موجودة. ده شياكه قوي. بصوا الشراشيب بتاعته ده فاير خطيرة. بصوا اللون ده حلو قوي، الوانه تحفة وموديلاته احلى واحلى بجد خطيرة. ده الجري كمان من الكليبسو. الله ده مقاس اكبر من اللي فراته يا اسلام. اه يا فندم كل مقاساتك متوفرة. تمام. اي حاجة موجود منها من الابرة للصاروخ. شفت كمان براند الهاند ميد الطفت الايراني ده. بصي الجمال تحفة خطيرة وموديلاته كلها يا جماعة موجودة ما شاء الله. شغل انتيك تحف. تمام. في عندنا احنا لينا شغل في الانتيكات. اه تمام تمام. بس احنا قلنا مش هنعلن الا لما نجهز حالنا. تمام امين. بص بقى يا رياسه بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. اه يا اسلام السجاده دي ترندي. ايوه ترندي قوي وخطيره وخطيره تريندي. يعني خامتها تحفه ولونها لوحده بتحطيها يعني خطير. بصي الموديلات بقى خدي بالك كده. بصي مع اسلام دي حاجه تانية خالص جميلة. ودي لونها غير اللي فوق، اللي فوق اوف وايت، دي على كافي كافي بيج كده. ودي يعني بسم الله ما شاء الله موجودة اشكال كتير منها حلوة ما شاء الله. مفاجآت بقى زي الخامة اللي هي الحرير الاسباني بقى. ورينا حرير اسباني بقى. ايه ده؟ بصوا الجميل حلو قوي ده شغل هو 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 فعلا هو الله. حاجة راقية جدا جميلة وعالية جدا. بص يا باشا تحفة. بص الجمال. اه ده جميل. ده انت قلت لنا عليه بس ما فردتش منه. ده خطير الخامه الاسباني دي. دي لسه نازله. ده هو ده يا اسلام 24 25. تمام. اه انا عامل لكم معرضين كاملين من المنتج ده. حلو قوي. يعني بنقول لكم هنا نبذه صغيره ورناها لكم عن المكان وفي المكان، لكن المكان كله حاجات تحف وحاجات ممنوعات. ونقدر ناخد عرض على كل حاجه موجوده. قطيفة تركي. بص القطيفه 2 في 3 50 وبس 1750. 2 في 3 قطيفه تركي. في ديزاينات والوان ثانيه نزلت بره موجوده، هتيجي هتتعرض. يعني هتيجي هتشوفي اشكال اكبر. تمام. واي حد هيجي من المتابعين تسلم هيقول كلمه السر بينا مدام شيماء الجوهري هديك ب 1500. ربنا يبارك لك يا اسلام. يا جماعه ربنا يبارك لك. تيجي نبص على المحل الثاني. يلا بينا. يلا. احنا يا جماعه هو ده الفرع اللي هو في شارع 9 في المعادي صح كده، والقعده البلدي اللي احنا بنقول عليها والقعده العربي اللي بنقول عليها الثانيه هناك اهي. احنا هنا وده الفرع الثاني. اه احنا هنا محلين مع بعض، اربع محلات يعني، ده محلين وده محلين. واحنا صورنا في الفرع الثاني اللي هو عند المحكمه الدستوريه. ده على البازار اللي هنا. بص بقى ما شاء الله. عايزه اقول لك مفيش
يعني مشاية تكوني عايزاها ومش هتلاقيها. كل سجادة وليها مشايتها من ألوان لأي مقاس أنت عايزاه، من أول مقاس 60 لغاية المتر، وفي حاجات تانية بيجي فيها كمان أكتر من متر. طيب بصي جمال، كل حاجة هنا عند حضرتك منظمة. طيب. كل الخامات دي، كل مقاساتها، كل أشكالها، كل حاجة موجودة كاملة متكاملة. تمام. هنا الشعار ولع في السجاد، احنا شعرنا نولع في السجاد. الشعار ضد النار. تمام. بس يا باشا. تمام. جبتها ما تخافش. في أي حاجة؟ بص لا على سجادنا قلنا ضد النار. على كده. هي بسم الله ما شاء الله. مكان الغاز بس. تمام. كل حاجة كاملة متكاملة. بسم الله ما شاء الله. النبال، براند النبال. بسم الله ما شاء الله. المصنع ده خطير، ده جايب لنا منه النهارده مقاسات كبيرة. مقاسات الجامبو جبناها. بصوا خطيرة. تحفة دي. الشكل ده. بصي عاملة ازاي؟ تحفة. جميلة برضو دي قوي ما شاء الله. الشغل الترندي. السجاد اللي احنا شفناه هنا المشايات بتاعته بقى كمان موجودة. يا باشا الله. بصي بدرجاته كلها موجودة. بسم الله ما شاء الله. مفتاح الحياة. مفتاح الحياة. عملناه لك. بس حاجة عاملة ازاي؟ تمام ما شاء الله. تقيل جدا عايزة اقول لكم. تمام. بصي الشغل الايراني. بصي بصي السجادة انا بمشي مفيش فراغات اصلا. تحفة. فخامة. ده كل تشكيلته بكل الوانه موجوده. عايز اقول لكم كل الشغل ده وباسعار مميزه جدا. ده براندات طبعا سعره اقل من بره بكتير. اقل سعر في مصر اكيد واحد احد هو في شركه كهرباء العدم البقري على ابوه. بصوا يا جماعه بسم بطبيعته كل درجات الالوان خطير. كل الاشكال في كمان اللي هو المنقرش ده اللي شفنا منه المدوره بتاعته. جميل ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الشغل الايراني المقاس الجامبو دي الكبيره بتاعت اللي احنا كنت لسه بقول عليها حاجه ما شاء الله عليها. بصراحه يا جماعه بصوا بصوا الشغل حبه تحف من الكلاسيكيات خطير برضو ما شاء الله بكل موديلاته. بصوا الكلاسيك لسه كنت بقول المقاسات كلها لغايه المتر وربع اهو. اللهم لك الحمد كل حاجه متوفره. العميل يجي ينورنا. في حاجات هنا يا جماعه كلها مش هينفع نطلعها في التصوير، احنا هنديكم نبذه كده بس العميل اللي هيجي، لان الموديلات في موديلات وريناها لكم وفي موديلات ما ينفعش تطلع. تمام. بصي يا باشا الشغل ده الشغل الجديد يا جماعة بمشاياته موجود، انتوا متخيلين وبالوانه الجراي الفاتح والغامق والبيجات برده بدرجاتها بمشاياتها. ده هاندي ميد دي 2 في 3 يا فندم خطيره كبيره جدا. جمال شفت الهاند ميد كمان العربي. بصي بتغسل في الغساله الشغل ده كله يا جماعه. طريه ازاي. تمام. عندك منه بقى اشكال كتير كل الموديلات زي ما العميل يعوز يا باشا. تمام. اللهم لك الحمد هنقدر نحقق له. تمام ما شاء الله. جوبلانات يا باشا. الجوبلان اللي شفناه في المعرض الثاني سعر 500 حلو جدا. اشكاله كلها يا جماعه موجوده في اي معرض هتروحي هتلاقي منه اشكال ما شاء الله. طيب تعالوا نبص ايوه على المعرض الثاني. هنا في المعرض الثاني صح كده؟ يا فندم معاك العروض كلها. في ده عرض السيرف 3 اللي قلنا ب 1750. تمام. في السيرف هتبقى 1000 شيماء جوهري. ايوه تمام. العرض اللي واحده والثانيه هديه برضك ب 1500. 1500 اللي هي 750 معاكي في العرض. بصي الكلاسيك كل المشايات بتاعته موجوده. تمام. الشاج التركي يا باشا. اعلى خامه 250 جنيه سعر المتر بس. المتر 250. وهنا يا اسلام ايه؟ الشغل ده ايه؟ ده عرض متر و80. ده فيه سجاد ومشايات وكامل متكامل نازل كله موجود. تمام. اي لون يعجبك. في معاك الاعداد العربي كل الوانها موجوده. الالوان وبرده لو محتاجه مقاس معين يعمل لك كل الشغل ده هو بينفذه هنا يا جماعه. الزبون يحلم واحنا بسم الله ما شاء الله. والمشايات بصي طيب بس المشايات بسجاد والحاجات دي كلها سجادها موجود. عايزه اقول لك ما شاء الله. وبصي كمان دول الحاجات دي كل الشغل ده سعره قريب ما شاء الله. عايزه اقول لكم حلو قوي. بسم الله ما شاء الله. و بصي السفنجه اللي احنا بنشتغل اللي بيشتغلوا عليه. بصي السفنجه كثافه عامله ازاي ما شاء الله. خطيره تحفه معايا الشغل يعني. بصوا يا جماعه اللهم لك الحمد كل حاجه متوفره. بسم الله ما شاء الله. بص الجمال. بص الجمال. 1999
ما شاء الله. شايفه الشغل؟ طبعا الشغل ده كله احنا واخدين عروض عليه قبل كده، عايزه اقول لكم، بس احنا بنقول لكم ان العروض مستمره معانا لغايه العيد. 1999 نزلت تشكيلات جديده يا ما شاء الله. تمام. 1999 اللي هيلحق يلحق، واللي مش هيلحق انا ماليش دعوه، انا عملت اللي عليا كده وزياده. 1999 شايفين الشغل يا جماعه؟ كل شبر عند اسلام عامل لك فيه عرض. حتى الشغل ده زي اللي هناك يا اسلام ولا مختلف؟ لا دي حاجات مختلفه، في معايا ده صوف طبيعي، ده سجاد. ده صوف طبيعي 2.5 في 2.5. تمام. في ده شغل اسمه دلتا. تمام. بكام الحاجات دي؟ الدلتا ده ب 500 جنيه، الصوف الطبيعي دي عليها عرض الخصم نازل 50%، بدل 3500 هي ب 1750 جنيه. بس ده حاجه عاليه جدا. تقيله. بصي ده بقى حاجه اسمه السنشري. بص الخامة دي، السجادة دي من أعظم السجاد اللي صنعوا النساجون الشرقيون. السجادة دي النهاردة ب 2500 بدل 5000 جنيه. الحاجات دي وان بيس يا جماعة. الحاجات دي بقى هنا ده عرض ال 500. تمام. 500 500 500. تمام. بص حاجات الله أكبر. بص الصوف ده بقى باتينة. الباتينة شغل ملوك يا باشا. بسم الله ما شاء الله. احنا مش عشان ايه ما نطولش عليكم في الفيديو، كل حاجه موجوده وبوريكي كل مكان عندي، كل اي سجاده تخطر في بالك موجوده. والعروض عندي ساريه في جميع المعارض. تمام. يعني جايه هنا قلت هتنزلي محطه مترو حدائق المعادي. تمام. هتخرجي من المحطه اتجاه شارع 9. تمام. اول ما تخرجي من المحطه خلي المحطه على ايد حضرتك الشمال. تمام. وهتمشي 50 متر هتلاقي اربع معارض شركه كربه العدوي قدام سور المترو على طول. على طول. ولا هتخش قريبين على فكره يا جماعه للمترو جدا. العنوان الثاني كورنيش خلف المحكمه الدستوريه على طول، في انتظاركم يا جماعه تيجوا تنورونا. رقم الموبايل 010 23 83 3 987 ده رقمي. في اي مشكله قابلتك كلمني. تمام. وانا تحت امركم. بس للاستعلام في ارقام تانية موجودة على الشاشة دلوقتي وانت بتشوف. حاجة لو قابلك اي حاجة اخر حاجة في معايا عرض بقى جامد جدا، عشان خاطر هنا لازم نديكم عرض. تمام. قلنا 160 في 2.5. حلوة دي. حرير تركي. قطعة. تمام. بصوا الموديل عامل ازاي، حلو قوي. والتانية هدية. قطعة والتانية هدية. 1999 جنيه وعليهم دواسة هدية. ده دي اللي بتلف تفتح وتغمق صح؟ لا حرير اوريجينال. اصل دي هنا غامقه ودي هنا فاتحه وهي نفس السجاده. ده اقل حاجه. تمام. تمام يا اسلام. عندنا شحن طبعا في جميع المحافظات. عندنا شحن سريع. عندنا خدمه التوصيل، حضرتك تيجي تنورينا شوف اللي انت عايزاه. تعالى ادينا فكره عن الشاك بالمره قبل ما نقفل. عينيا. تيجي تنقيه كله واوديهولك لحد البيت. تمام. بص العرض ده واحده والثانيه هديه ب 1999، متر ونص في مترين. تمام. لون 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ولسه اللي جايه احلى. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا اسلام. كل دي تشكيله. بصوا في معايا جوبلانات بقى اطوال، تشكيله غير اللي احنا شفناها اصلا على فكره. عايزه اقول لكم يعني انت في كل معرض هتلاقي تشكيله سجاد مختلفه. معايا جوبلانات اطوال ده بالمتر. سعر المتر 175 جنيه يا حاجه. سعر المتر 175 جنيه سعر المتر. تمام يا جمال. بصي تمام الوانها جميله. بصي دي بقى سجاده ما شاء الله. السجاده بتير دي اللي هي ظهرها فايبر، قلت ظهرها ايه؟ ده ظهر فوم عشان خاطر ما يتزحلقش من على السيراميك. هو بيقشرش لو جرى له اي حاجه بتاعي. بص يا فندم. تمام. ده حاجه انتاج شركه النساجون. تمام. انسلت انفرولت ان جرى لها اي حاجه انا بقول لكم على الملا اهو هاتيها لي. اوكي. تمام. انا الضمان. الضمان ربنا. بيطير السجاده. اللون ده تحفه. طبعا انت بتجيبها على حسب الوان بيتك اللي يليق معاك. تمام. مش باينه دي، مش باينه. صحية دي ولا ايه؟ عايزه تتباع. تمام. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم بقى اي سجاده هتاخديه بالمتر موجود معاكي هنا، المكنه بتعملي عليها اللي انت عايزاه، يعني بيظبط لك المقاس زي ما انت عايزه في كل الشغل اللي بالمتر ده. تمام. في كمان عندي الشغل العربي والبدوي ده. تمام. كل مقاساته وكل ديزايناته. في منه الشغل ده، في منه الشغل ده. تمام. الديزاين ده اسمه التراس. اها.
زي ما انتوا عايزين باذن الله يا باشا، تيجي تلاقي كل اللي انت عايزاه. ربنا يبارك لك يا اسلام بجد يا جماعه. بصوا بسم الله ما شاء الله، شغل مالي المكان. اي قطعه انت عايزاها هتلاقي عليها خصم. قولي تبع قناه شيماء الجهري عشان تستفيدي بالعروض اللي قربت العدوي يعملها لنا. عندنا عروض جامده جدا، وكل فرع في اسعار خاصه بيه، يعني ده فرع العروض تمام، ده اللي هو جنب المترو. بجد الفيديو كان مميز، وانبسطت جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.